ولكن الحقيقه انه هناك كلمه جميله من الوفد المغربي من طرف محمد اوزين وهو نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الوفد المغربي المتواجد بالجزائر. دار واحد الكلمه حقيقه كلمه جميله عبرت عن الموقف الرسمي المغربي. انت يا جزائريين تروح تصدقني ذبابة إلكترونية موجودة على مواقع التواصل تجهل حتى من هي وتقول المغاربة يكرهونا أي نسألك انت كجزائري واش داروا لك المغاربة هذا الجزائريين اللي في الخارج كل المغاربة داروا فيهم الخير وتعايشوا معاهم وخير متبادل يا يعني لم أجد يوما واحد جزائري في أوروبا وغير أوروبا قال أنا لمغرب مغربي أبدا بل أنه كثير من الجزائريين حراقة يجون لهنا والله رفدوهم المغاربه وهم جزائريين في حين بني جلدتهم ما سالوش عليهم ولا سفاراتهم وقنصلياتهم سالت عليهم في حين المغاربه مواطنين هناك اللي خدمهم في السوق هناك اللي وفر لهم بيت هناك اللي قدم لهم معونات مع مغاربه يعني والله الحقيقه يعني مؤلمه جدا يعني انت جزائري قاعد ساكن لي في الشريعه ولا ساكن لي في في واد سوف ولا وين عمرك ما التقيت مغربي في حد ذات ونهار كامل انت فاتح تسب في المغاربه راهم اذوك لا رحت للمغرب لا التقيت مع مغاربه لا موجود على حدودهم لا تعرف عليهم شيء فقط لانه النظام قال لك راهم يكرهوك انت واش يعني انت تقول تحول الى اكرمكم الله الى مجرد ماشيه على حسب ما يهش بها الراعي عليكم بعصاه تمشوا يعني شوف وضعك هذا النظام اللي شغلك بالمغرب بالمغرب راه كون تروح تشوف التنميه اللي موجوده عنده تبقى تبقى يعني ذهول كبير كانك في اوروبا يا ناس هذه شفتها بعيني لا يعني أنه ما كانش فقر وما كانش مناطق نائية وكذا ولكن هناك مشاريع مفتوحة وهناك جدية من طرف الدولة إلى أنها تتحول إلى قطب استراتيجي سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا هذا ما وقفت عليه بنفسي تمشي في الشوارع تطلق المغاربة يقول لك قلبي يتوجع أن الحدود مقفولة ما بين نحب الجزائريين تروح الوجدة وجدة كأنها جزائرية مثل ما تروح للمغنية كأنها مغربية يعني سبحان الله تعايش ونسوبية يا أخي تبون لما تحدث على ليبيا قال بناتنا كيف المشاكل في, في ليبيا جيران نسوبية بيناتنا وأنا وبعد ذلك راح قال لهم قال لهم قضية الصحراء مات يعني من هنا مهتم بالنسوبية ومن هنا مهتم لي بقضية الصحراء باش تنتقم من المغاربة دبلوماسية الجزائرية متقوقعة على, على, على نفسها خير مقبول هذه الامور هذه قضيه الصحراء دفنت قضيه كذا قضيه كذا خلينا من هذا العبث المهم انه هذا المسؤول القى كلمه رائعه خلينا نسمع بعض الاجزاء منها ونعلقوا عليها باش تعرفوا يا جزائريين هذا هو الموقف الرسمي المغربي لا تصدقوا ما يقوله جنرالات كذبوا عليكم كثير سرقوا لكم اموالكم وقالوا لكم تنميه كل يوم يجيكم رئيس يقولوا لكم هو المهدي المنتظر بل انه حتى وصلوا الحال بإعاز عسكري أن وزير قال لهم الرسول ارسل رحمه للعالمين وبوتفليقه للجزائريين حتى صار الواقع انه ارسل يعني لعنه للجزائريين. مجاهد يحكي لي كنت في ولايه اضرار يقول لي يقول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمه للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقه رحمه <applause> للجزائر حقيقه وان كان هذا التشبيه يعني لا يليق اصلا بمقام المصطفى الكريم الذي ارسل حقيقه رحمه للعالمين ولا يمكن ان يصل الى مقامه اي بشر عبر فوق الارض بالامس واليوم وغدا الى قيام الساعه